na khalidi al khalifina and family toka oman chini ya usimamizi wa alkhairi ikiwa ni kisima nambari hamsini na tisa kilichopo katika kijiji cha ngulu kata ya ngulu kitongoji cha ntobo alhamdulilahi rabil alamin ikiwa leo ni tarehe kumi na tatu mwezi wa saba mwaka ishirini ishirini

So, yeah. eh, alhamdulahtusome ayato kursi moja ambayo ni aya ambazo zimeja utukufu wa kumtukuza mwenyezimungu subhanahu wataala kisha tumombee mwenyezimungu khalidi alkhalifin pamoja na familia yake kwa ujumla allah walipe kila la kheri kwa sadaka ambao ametoa katika maeneo haya alfatha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء ويسخر السماوات والارض ولا يضيق ظهما ولا علي العظيم رحمتك يا رحمة الراحمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه في عذاب النار وعذاب الدين اللهم اللهم لا اللهم ربنا لا تزيغي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الرحمن برحمتك يا عزيز يا اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين الأنبياء المرسلين اللهم إن كان رزقنا في سمي فأنزلنا ان كان في الأرض فنبتها كان بعيد فقربها ان كان قريب فجعلنا برحمتك يا أرحم الرحمن صلى الله سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين